الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، نلتقي مجددا أيها الإخوة مع جلسات العلم والعلماء الأسبوعية، ومع إخلاص الكلمة لله والنصح للمسلمين خاصتهم وعامتهم. أيها الأحبة، ضيف منتدانا اليوم رائد من رواد التربية والفكر الإسلامي في وقتنا الحالي. باسمكم جميعا نرحب بالدكتور عبد الكريم بكار حفظه الله تعالى، ونشكره على تلبيته دعوة المنتدى اليوم. أيها الإخوة، ضيفنا من مواليد مدينة حمص العادية، حاصل على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من جامعة الأزهر في موضوع اللسانيات وفقه اللغة. أمضى محاضرنا ما يزيد على 26 عاما في الحقل الأكاديمي، أستاذا في جامعتي الإمام محمد بن سعود والملك خالد، ليستقيل بعد ذلك في عام 2002 ويتفرغ للتأليف. لأستاذنا حفظه الله ما يزيد عن 40 كتابا وأبحاثا كثيرة في مواضيع الفكر والتربية وفقه اللغة، وله عناية خاصة بجيل الشباب، كما أن له مئات الساعات الصوتية وبرامج وندوات مسجلة في إذاعة القرآن الكريم وقنوات أخرى، وهي منتشرة على النت يستفيد منها خلق كثير. الحقيقة أننا لو تكلمنا عن ضيفنا اليوم وإسهاماته ونشاطه في الدعوة والفكر لاستهلكنا وقت المحاضرة، فنسأله تعالى أن يجيزه عن هذه الأمة خير الجزاء. أيها الأحبة، محاضرتنا كالعادة ساعة كاملة، نخصص الربع ساعة الأخيرة منها للأسئلة والمداخلات، فعلى من لديه سؤال أو مداخلة الإشارة إلى ذلك برفع اليد أو ضمن غرفة الشات. أنقل الكلام الآن لأستاذنا المحاضر حفظه الله، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة للقاء بالإخوة الكرام، وأسأل الله تعالى أن يجعل في لقائنا هذا الخير والبركة والنفع العميم، إنه سميع مجيب. الحقيقة موضوع النهضة هو الشغل الشاغل لمفكري أمتنا منذ 220 عاما تقريبا، أو 225 عاما. طبعا هو يعني موضوع النهضة في الأساس يعني هو يوحي بتجديد الأفكار وقيم ومعارف موروثة، لكن اليوم المراد بالنهضة أوسع من هذا الكثير. يعني اليوم نحن نعني بالنهضة ذلك التقدم الشامل نحو الأفضل في الأفكار والعلوم والآداب وطرق التعبير والبحوث والدراسات وأساليب العيش وما يصاحب كل ذلك من تغيرات إيجابية في الممارسات التعبدية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعليمية، وما ينجم عن كل ذلك من الشعور بالأمن والسعادة والطمأنينة والإنجاز. التقدم إذن اليوم هو حالة كاملة شاملة لكل جوانب الحياة. النهضة هذا التقدم الذي نرنو ونتطلع إليه، وأنا هنا سأتحدث عن بعض الأفكار الأساسية في هذا الشأن، والتي يعني تعتبر مثل مدخل للموضوع. الله جل وعلا بحكمته البالغة فطر الناس على التشوق إلى تحسين أحوالهم المعنوية والمادية، كما فطرهم سبحانه على حب التغيير واكتشاف المجهول، وفطرهم كذلك على الملل من المعادي والمكرور مهما كان حسنه وجماله ونفعه. وهذا الملل يعني من الشيء المكرر يشكل مهمازا للعقول والنفوس كي تبدع وكي تجدد. حصلت الحقيقة صدمة حضارية للأمة مع حملة نابليون على مصر سنة 1998 في أواخر القرن الثامن عشر،
يعني صدمة كانت للمصريين أولا وصدمة للأمة بشكل عام، لما صاحب تلك الحملة من تقدم علمي وتقني وتنظيمي، استفز هذا التنظيم وهذا التقدم مشاعر السخط والغضب على أوضاعهم الخاصة. ومن ذلك اليوم قبل قرنين وربع صار موضوع النهوض واللقاحات في ركب الحضارة يعني أحد أهم هموم ومشاغل المثقفين العرب والمسلمين. نحن في حاجة، وأعتقد هذه الحاجة ستظل ملحة، يعني للتعامل مع الحيثيات، مع المشكلات التي نعاني منها، وهذه الحاجة هي إلى التساؤل. التساؤل كما يقول المفكرون هو أحد أهم جنود الفهم. التساؤل هو أحد أهم جنود الفهم، فنحن من خلاله نستطيع الكشف عن معظم الحيثيات التي تكتنف مشكلاتنا. يعني مثلا إذا أردنا أن يعني نفهم التخلف الذي نعاني منه على صعيد القراءة واصطحاب الكتاب، وعلى صعيد محاولات التخلص من هذه المشكلة الكبيرة والتي يتولد عنها الكثير من المشكلات، فمثلا بإمكاننا أن نثير الأسئلة التالية، وهذه الأسئلة يمكن أن نثيرها حول كل مشكلة، حول مثلا ضعف التدين، حول مثلا الفساد الأخلاقي، تحلل الأسرة، التخلف التقني، الاستبداد السياسي، الجمود الفكري. كل هذه القضايا ممكن نثير حولها قريبا من هذه الأسئلة التي سأثيرها الآن. لما نحن نتحدث عن موضوع ضعف القراءة في الأمة، يعني ضعف الإقبال على القراءة بالنسبة للأمم المتقدمة، فنلقي هذه الأسئلة: ما المقصود بضعف القراءة؟ ما نسبة تفشي هذه الظاهرة في الأمة؟ هل هي مشكلة عالمية أو محلية؟ يعني هل هي خاصة بالمسلمين أو هي لا، هي موجودة في كل العالم أو في موضوع؟ هل هي قديمة أو هي حديثة؟ طيب متى بدأت هذه المشكلة لنا؟ هل بدأت مع تكون الأمة أم بدأت بعد ذلك، في أي عصر، في أي عهد؟ ما الجهات المتسببة في حدوث هذه الظاهرة؟ هل يشعر المجتمع بالخسارة بسبب ضعف في إقباله على الكتاب؟ لأنه في فرق بين أنه مجتمع يشعر بالخسارة ومجتمع لا يشعر. الذي يشعر بالخسارة غالبا يسعى للخلاص من هذه الخسارة، أما الذي لا يشعر بها فهو لا يسعى إلى أي شيء. من الذين في إمكانهم تخليص المجتمع من ذلك؟ وما الوضعية التي يمكننا أن نقول معها إننا تخلصنا من هذه المشكلة؟ وهل هناك مدة مقدرة لذلك؟ يعني في مشروع نقول والله نحتاج في بلدنا إلى 20 سنة، 30، 40، ما التكاليف المالية لهذا الموضوع؟ أي مشروع له تكاليف؟ إقامة مكتبات، توزيع كتب مجانية، إقامة معارض، تغيير في المناهج المدرسية، توعية الأسر، إيجاد صالات للمطالعة مثلا، يعني أشياء كثيرة. وهذا مشروع، هذا المشروع له تكلفة مادية. من الذي سيدفع هذه التكلفة؟ الدولة، رجال الأعمال، الأهالي، الشباب، من الذي سيدفع هذه التكلفة؟ هل هناك مؤسسات دولية في وسعها تقديم المساعدة لنا، يعني يساعدونا في هذا الموضوع؟ ومن أين تكون البداية؟ إذا كنا مقتنعين بأن هذه المشكلة يجب أن تعالج، فمن أين نبدأ؟ هل هناك تجارب دولية ناجحة يمكننا الاستفادة منها؟ هذا النموذج اللي ذكرته لهذه الأسئلة يمكن كما قلت قبل قليل استخدامه في كل الظواهر التي نود دراستها. الفكر النهضوي
وهذا كله كما قلت عبارة عن مدخل للتفكير في مسائل النهضة أو المشروع النهضوي. الفكر النهضوي إذا أردنا أن نتحدث عنه، ممكن أن نقول الفكر مثل أساس البناء، مثل أساس أي عمارة، لا بد منه لكنه لا يؤوي من حر ولا برد، بمعنى أن الفكر هو للعمل، الفكر للعمل. فإذا كان لدينا أفكار وليس لدينا أعمال، هذه الأفكار تصبح حجة علينا، هو مثل أساس أي بناء. لو أردنا بناء برج وحفرنا له يعني أساسات بعمق 20 مترا، طيب وقفنا هنا، هذه الأساسات لا تسكن، أي خنادق لا تسكن. أيضا إذا كان لدينا فكر نهضوي ولم نستطيع إنجاز نماذج نهضوية، نماذج مدرسي نموذجي، جامعة نموذجي، جماعة نموذجي، مصنع نموذجي، أسرة نموذجي، لأن الذي ينقل الأمم من حالة إلى حالة ليس الأفكار، الأفكار موجودة. ولما الحضارة الإسلامية ذوت وتراجعت، كالقرآن بين أظهر المسلمين والسنة موجودة والفكر موجود والكتب موجودة، لكن ضاعت النماذج، ما عاد في قدوات ولا نماذج ملهمة، وبالتالي تراجعت الحضارة وتوقفت إلى حد الاضمحلال. علماؤنا منذ أكثر من قرنين كما ذكرت ينظرون للنهضة، وسنظل الحقيقة في حاجة إلى استمرار التنظير، لأن بعض الشباب لما أنا أنظر على الفيسبوك في بعض الأحيان، بعض الشباب يقولون يعني شبعنا من التنظير وكفانا تنظيرا وعلينا أن نعمل. فأنا أقول لهم أولا، تنظيري لا يمنع أحدا منكم من العمل، من أراد أن يعمل يعمل، ما أحد يمنعه. لكن نحن لسنا أمة يعني عندها الترف التنظير، لا، نحن أمة فقيرة في التنظير، فقيرة في التنظير. ودليل فقرنا في التنظير هو فقرنا في مراكز الأبحاث ومراكز الدراسات. المفروض كل مشكلة يكون لها يعني مو مركز، 100 مركز، لكن حقيقة كثير من مشكلاتنا نحن نتصورها ونحلها ذهنيا افتراضيا يعني تأمليا، وليس عن طريق أبحاث ودراسات وإحصاءات واستطلاعات رأي، وإنما يعني بطريقة تأملية. خلينا نقول فالتنظير يجب أن يستمر، وهذا التنظير يجب أن يستمر لأمرين. الأمر الأول هو أن العقل البشري لا يكتشف الحقائق دفعة واحدة، وإنما يكتشفها على طريق التدرج، وبذلك نحن مدى حياة الواحد منا يظل وهو يكتشف الحقائق على صعيد نفسه، على صعيد مجتمعه، على صعيد العالم، على صعيد المهنة، على صعيد العلاقات. دائما نحن في حالة من الاكتشاف وفي تدرج في هذا الاكتشاف. الأمر الثاني يعني من دواعي استمرار التنظير هو أن هناك دائما معطيات ووقائع جديدة بسبب غزارة البحوث العلمية في كل مجالات الحياة، وأقصد العالم يعني، وبسبب الإبداعات التقنية الهائلة والفرص والمشكلات التي تنتج عن هذا التنظير للنهضة. إذا التقدم التقني يحل مشكلات، ولكن أيضا يوجد مشكلات، ومن جملة المشكلات المتوقع أن يفرزها بقوة في العقدين القادمين هو موضوع البطالة، بطالة الشباب بسبب حلول الروبوتات بشكل أساسي، والسيارات ذاتية القيادة والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها، حلولها محل الناس، وبالتالي كثير من الشباب ربما لن يجدوا فرصا للعمل. في بعض تفصيلات الحقيقة في الفكر النهضوي. أولا أنه الرؤية النهضوية هي رؤية معقدة،
وذلك لأن الوضعية التي نعيشها والوضعية التي نود الصيرورة إليها هي ذات عناصر متشابكة للغاية. هناك تداخل بين الروح والمادي، تداخل بين العادات والرؤى الشخصية، في تداخل أيضا وتدخل للظروف والمعطيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهذه في منها ما هو محلي ومنها ما هو إقليمي ودولي. والنهضة تتأثر بالمادي وبالمعنوي وبالشخصي وبالظروف وبالمعطيات المختلفة. ولذلك التنظير للنهضة لا يجوز أن يكون عن بعد، وإنما من خلال المعايشة. يعني الذي يجلس في برج عاجي وينظر فعلوا ولا تفعلوا، وهو لا يعرف الظروف التي تحيط بالناس، لا يعرف المعاناة، لا يعرف الموارد المتاحة للناس، بالتأكيد سيكون تنظيره قاصرا وناقصا. أيضا من تفصيلات هذا الفكر النهضوي هو أنه ليس لدى أحد حلول مثالية وجذرية لمشكلاتنا، ولا وصفات جاهزة لإحداث النهضة. مرة رأيت مقابلة مع نجيب محفوظ، قالوا له يعني كيف ممكن تنهض مصر؟ قال له أنا في شيء بعرفه في نهضة مصر وما قلته، كل اللي عندي قلته. نعم، فما في حلول جاهزة، وإنما هي اجتهادات ومقاربات يعني نقوم بها، نقترب من الحقيقة تارة ونفشل تارة أخرى. ليس هناك حلول جاهزة لمشكلات العالم الإسلامي لا في التراث ولا عند الغرب. يعني لو رجعنا إلى التراث لن نستطيع أن نحصل منه على حلول عملية وواقعية ومعقدة للبطالة التي نعاني منها، أو مثلا لإدمان المخدرات لدى بعض الشباب، أو إدمان التدخين أو الطلاق مثلا. لن نجد حلولا، نجد بعض التجارب المحدودة، لكن الحياة دائما تمضي نحو التعقيد. وبالتالي نقول يعني لا تتسع مرحلة سابقة لمرحلة لاحقة. فالغرب أيضا لا يستطيع أن يقدم لنا الحلول، لأن الغرب أيضا هو غارق في مشكلاته. آلية التعاطي مع المشكلات التي لدينا ليست متطابقة مع آلية التعاطي في الغرب، لأنه في خصوصية ثقافية وفكرية وعقدية تجعل ما هو ناجع من الحلول في مكان ما غير ناجع وغير صالح في مكان آخر. ولذلك نحن نقول لكل بلد ولكل مرحلة خصوصيات وحيثيات في إطلاق شرارة النهضة. ودائما نقول معطيات مختلفة تعني أولويات مختلفة. ما دام لدى هذا البلد معطيات ثقافية واقتصادية وسياسية مختلفة إذن عن بلد آخر، إذن ستكون لديه أولويات مختلفة في العلاج. أيضا من جملة هذا الفكر النهضوي أننا لا نملك رؤية موضوعية للواقع. يعني نحن لا نرى إلا جزءا يسيرا من الواقع، أحيانا 1%. يعني أنت تعيش الآن مثلا في ميتشيغان، في ديترويت. في ديترويت كل يوم بصير ملايين الأحداث في البيوت وفي المؤسسات ولدى الدولة، أنت ما تطلع إلا على جزء يسير منها وتقيس الباقي، أو تطلع على أهم المهم. وهذا يعني يجعل الذي نراه عبر انطباعات ورؤى وتعريفات وخلفيات مختلفة. ولذلك لا نملك رؤية موحدة. يعني الآن لو جئنا وبحث كل واحد منا في عقله عن 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 تعريفه وعن رؤيته للبطالة، للالتزام، التماسك الأسري، التفسخ الاجتماعي،
التخلف الصناعي مثلا، لوجدنا أن لدينا تعرفة وانطباعات ورؤى مختلفة، ليست موحدة. طبعا إذا لم تكن لدينا رؤية موحدة للواقع، فهذا يعني أن لدينا تشخيصا مختلفا للمشكلات والمعطيات، وسيترتب عليه بالتالي رؤية إصلاحية يعني غير يعني متطابقة. ولذلك قالوا أنه يعني قول الإمام يرفع الخلاف، لما يكون كما يقول الفقهاء، لما يكون في خلاف بين أهل العلم، الدولة تستطيع أن ترجح رأيا على رأي، لأن هؤلاء العلماء مختلفون في رؤية الواقع وفي رؤية الحلول. فالدولة يمكن أن تأخذ، مرة تأخذ في مذهب الشافعي في هذا الموضوع، مرة في الحنفي، مرة المالكي، مرة الحنبلي. لماذا؟ لأن هذه الأمور كلها ما دام اختلف العلماء فإذا هي أمور ظنية، لأن العلماء لا يختلفون في القضية. من جملة أيضا مقومات الفكر النهضوي مقاومة النزعة الماضوية. مقاومة النزعة الماضوية يعني دائما نريد أن نلتمس الفهم من الماضي ومن التاريخ. نحن نستفيد من التاريخ ونأخذ العبرة منه وندرسه ونعيه، لكن يجب أن يكون لكل ذلك حلول، بحيث ما يحجب الماضي أبصارنا عن رؤية الواقع. الواقع هو الأهم لأنه نحن نعيش فيه. الكتاب والسنة ليسا من التراث. التراث هو موضع مراجعة وموضع نقد، وفيه وفيه. الكتاب والسنة ليسا من التراث، لأن التراث هو ما أنجزه الآباء والأجداد من خلال تفاعلهم مع الوحي. من خلال تفاعلهم مع الوحي كانت لهم دول ومواقف وأعمال، لكن الوحي نفسه ليس من التراث لأنه منزه من رب العالمين. فالتراث والتاريخ جهد بشري فيه الخطأ والصواب، وأحيانا يعود الناس إلى الماضي كأداة للهروب من الواقع ومواجهة مشكلاته. وكثير من الناس يقول لك أنا عم أنتظر المهدي، وكثير من الناس مشغول بشروط الساعة، وكثير من الناس مشغول بالخلافات التي تمت بين هذه الفئة وتلك الفئة. يعني تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. يعني في مستوى ما نرجع إلى الماضي، لكن لا يجوز أن نغرق فيه. أيضا من أسس الفكر النهضوي تلبية الحاجات الروحية، جوهر الحضارة وطابعها العام في نظرنا نحن المسلمين هو روحي أخلاقي، أكثر من أن يكون عمرانيا أدواتيا. يعني أكثر من أنه نحن نوفر الأدوات لراحة الأجسام ونبني الأبراج الشاهقة والحدائق، هذه أشياء جيدة لكن ليست هي الأساس، هي لا تشكل جوهر الحضارة. جوهر يعني مركز الوجود، نحن نعتقد أن الله عز وجل جعل هذا الوجود الذي نعيش فيه، جعل الإنسان هو مركز هذا الوجود، بدليل أنه سبحانه سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذا التسخير هو للمركز، تركيز يعني تسخير الهوامش للمركز، خدمة المركز. وبالتالي التقدم النهضوي والنهضة والتقدم الحضاري هو يجب أن يكون روحيا أخلاقيا في المقام الأول، وهذا ما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام. طول فترة الدعوة كان الجهد الأساسي على تنمية الإنسان والارتقاء بالإنسان، وهذا ما نجده في القرآن الكريم. أكثر من 95% من الآيات القرآنية، ونجد مثل هذا في الأحاديث النبوية، كلها تدور حول الإنسان. تاريخ الإنسان، علاقة الإنسان بالله عز وجل، علاقة الإنسان بالإنسان، واقع الإنسان، مشكلات الإنسان، نزوات الإنسان، تجارب الإنسان، مستقبل الإنسان، كلها معظم الآيات والأحاديث
تدور حول الإنسان. ولذلك نحن نقول إنه يعني إنه يجب نحن المسلمين في نهضتنا أن نركز على الارتقاء الروحي والأخلاقي. التقدم التقني لا يمكن أن يقدم لنا لا سكينة الروح ولا الانضباط الأخلاقي. سكينة الروح والانضباط الأخلاقي توفرهما العقيدة، الإيديولوجيا، العبادة، العمل الصالح، هذه التي توفر السكينة والارتقاء الأخلاقي. لذلك نحن نقول النهضة الحقيقية هي التي تستهدف الارتقاء بالإنسان، بروح الإنسان، بعقله، بأخلاقه، بسلوكياته، بطموحاته. فهذه يعني من جوهر التقدم. الإنسان بحاجة إلى التقدير، حاجة إلى التعاطف، المساندة، الرحمة، وهذا أيضا من جوهر التقدم، من أسباب التلاحم الاجتماعي، أن يعتني بعضنا ببعض ويفكر بعضنا في بعض. دعوني أقول إنه الحضارة الغربية اليوم تمر بأزمة هائلة للأسف هي المسيطرة على العالم، والآن تجدون في عقوبات أمريكا وأوروبا لروسيا كيف أنهم يملكون كل أدوات السيطرة، الشركات الكبرى ومسيطرين على الأسواق، مسيطرين على الطاقة، مسيطرين سيطرة هائلة، مع أن روسيا هي جزء من الحضارة الغربية. طبعا هي روسيا مو حضارة لا أخلاقية، ولا يمكن الغربيين أكثر أخلاقا من الروس، لكن الشاهد أن الحضارة تمر بأزمة. هذه الأزمة جوهرها حيرة الإنسان ويأسه وارتباكه وانعدام الأمل. الآن الإنسان الغربي يريد أن يصل إلى المتعة بدون تكاليف، بدون تكاليف، ومع أنه الشيء اللي له معنى حقيقي هو النضال، اللي له معنى حقيقي، وهذا المعنى يعني يصبغ العقل والروح والوجدان، هو النضال، الجهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. التكاليف اللي بندفعها هي نفسها بتبلور الشخصي. الإنسان الغربي الآن يريد أن يصل إلى المتعة بدون أي تكاليف، ومن هنا نفسر موضوع قلة النسل، هي تريد أن تستمتع بحياتها بدون معاناة أمور الحمل والولادة. والآن موضوع الشذوذ الجنسي، يعني الآفة الكبرى التي بدأت تجتاح الغربيين وتنتقل إلى غيرهم للأسف، كمان هي موصولة بالمتعة بدون تكاليف، بدون لا حمل ولا ولادة ولا مسؤوليات بيت ولا عقود ولا يعني المساكنة الآن اللي بتتم بين الشباب والبنات، والتقلب للأسف لبعض الدول أيضا الإسلامية، كمان هي استمتاع بدون تكاليف. في أزمة يعاني منها الإنسان بسبب فقد الهدف النهائي اللي هو الخلود. يعني ماذا بعد الموت؟ أيضا تفكك الأسرة، وأنتم ترونه واضحا. والأمر الثالث هو البيئة، فناء البيئة، التلوث، ارتفاع حرارة الأرض، موت الكائنات الحية، التصحر، موت الكثير من النباتات، يعني ذوبان الثلج والجليد، يعني هذه كلها الآن هي أمراض، وكثير منها لا يمكن تلافيه إلا عبر سنوات كثيرة. إذا أردنا نحن أن نفسر أسباب التخلف، فيجب أن نعرض عن الواحدية السببية. يعني نحن لما بدنا نقول والله عندنا مثلا ضعف التعليم في العالم الإسلامي، ما بنستطيع نقول أنه والله ضعف التعليم لأن الطلاب كسالى أو الأساتذة ملوا من العطاء، لا نستطيع أن نقول هذا، لأن ضعف التعليم هو ظاهرة واسعة للغاية، وهذه الظاهرة الواسعة لا تفسر بعامل واحد ولا بسبب واحد، وإنما هناك جملة من الأسباب. مثلا هذه بناخذها نحن نموذج، مثل ما أخذنا نموذج القراءة لما تحدثنا عن التساؤل. مثلا
من أسباب مهنة التعليم عدم قدرة المهنة، مهنة التعليم، على جذب أفضل العقول والكفاءات إليها، وهذا بسبب طبعا ضآلة المخصصات المالية لهذه المهنة المتعبة. ومنظمة العمل الدولية لما صنفت الأعمال جعلت أصعب الأعمال هو العمل في المناجم تحت الأرض وفي مخاطر في الظلام وبعيد عن الشمس. والمهنة الثانية هي التعليم. هذه المهنة ما تستطيع جذب العناصر الممتازة إليها بسبب قلة المكافآت والمرتبات، وبالتالي يأتيها ناس ليسوا من الدرجة الأولى كما يحصل في الطب والهندسة مثلا، وإنما من الدرجة الثانية في استعداداتهم ومواهبهم وإمكاناتهم. أيضا ضعف حماس المعلمين للعطاء وضعف حماس الطلاب للتعلم. الجمود في المؤسسات التعليمية، المؤسسات التعليمية دائما هي جامدة يعني محافظة. جامعة كامبريدج وجامعة أكسفورد، واحدة أسست في القرن الحادي عشر واحدة في الثاني عشر تقريبا، كلاهما ظلت مناهجهما يعني جامدة حتى القرن السابع عشر، حتى جاء التجار رجال الأعمال وطلبوا منهم تطوير المناهج حتى يوظفوا خريجي الجامعات. فإذا في تقليد شديد في المدارس والمؤسسات التعليمية بطبيعتها، ولذلك يغلب عليها التلقين وليس المشاركة، ويجب يغلب على المناهج السهولة والتقادم. مثلا من أسباب ضعف التعليم أمية كثير من الأسر وعدم وجود تقاليد اجتماعية تجاه دعم المدارس. ضآلة الفرص الوظيفية التي تنتظر الخريجين، كثير من الناس لا يعلمون أولادهم ليحصلوا على الشهادات العليا. قال لك لو علمناه مهنة خلال سنتين ثلاثة تتعلمها وبصير ينفق علينا وعلى نفسه. غياب الرؤية الإصلاحية الشاملة لدى كثير من القيادات التعليمية. نحن باقي معنا تقريبا 12 دقيقة. من عناصر المشروع النهضوي حقيقة والفكر النهضوي النقد التاريخي. لا نهضة من غير نقد للذات، الذات في الحاضر والذات التاريخية. الذات في الحاضر نقدنا لأنفسنا، لأوضاعنا، لمؤسساتنا، لأحوالنا في الحاضر، وأيضا نقد لها في الماضي، لأن التاريخ يمدنا بالرمزيات ويمدنا بالخبرات ويمدنا بالنماذج. وأكيد كل ما يمدنا به التاريخ من ذلك هو عمل بشر، فيه كمال وفيه نقصان، فيه أشياء مطيعة وفيه أشياء سيئة. القرآن الكريم أرسى قاعدة عظيمة في النقد الذاتي. هذه القاعدة هي أنه لا أحد فوق المساءلة، ولا أحد فوق النقد، ولا أحد فوق إبداء الملاحظات. والله جل وعلا في كتابه العزيز عاتب نبينا عليه الصلاة والسلام في مواضع عدة، ربما أكثر من 10 مواضع. عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، عبس وتولى وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وفي في 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 عتاب له على بعض اجتهاداته عليه الصلاة والسلام، ليعطي لنا رسالة أننا جميعا نجتهد ونخطئ، وبالتالي التعامل مع الاجتهادات لابد أن يكون بالنقد. والوحي كما تعرفون كان مواكبا للمجتمع المسلم في مسيرته، ويصحح له ما بدر منه من انحرافات. يعني لما نزل قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كنت أظن أن فينا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. فالنقد هو عملية جوهرية للتصحيح الحضاري والانطلاق الحضاري وتقييم الأوضاع الحاضرة. النقد التاريخي مهم لكل الأمم ومهم لأمتنا. لماذا مهم لنا؟ لأن الأمة لديها عمق تاريخي كبير يصل إلى
1400 سنة، والتاريخ كما نتعلم من سنن الله في الخلق ممكن يتحول إلى عبء ثقيل يثقل عقولنا وأرواحنا يعني إذا لم ننقده، لكن من خلال النقد يكون الاعتبار ويتبلور الوعي. واحد قال: محظوظة أمريكا، لديها الكثير من التاريخ والكثير من الجغرافيا والقليل من التاريخ. والمقصود هو أن أعباء التاريخية ليست كبيرة. المنهج الرباني الأقوم بقطعياته ومبادئه الكبرى حاكم على الجميع، يحكم على الواقع ويحكم على التاريخ ويحكم على الحكومات وعلى الأفراد وعلى الجماعات. النقد يبلور الوعي ويدل الناس على الأفكار والأساليب التي باتت عقيمة أو منتهية الصلاحية، والناس يندفعون من غير وعي إلى قياس الحاضر على الماضي مع وجود الكثير من الفوارق بينهما. والنقد يخفف من اندفاعات ذلك القياس. في مشروع النهضة هناك فكرة جوهرية هي موضوع المبادرات المتعددة. يعني قضية كبرى مثل التخلف لا يمكن الخلاص منها بقرار كبير وواحد أو معالجة صارمة. التخلف هو ظاهرة ذات نسيج من الأسباب، ولهذا فهي تحتاج إلى عدد هائل من الحلول المركبة والمبادرات المتعددة. وأنا أحب أن أؤكد هنا على المبادرات الصغيرة. يعني لما نقول وضع الجالية في أمريكا، أنه والله وضع الاجتماعي، كيف بدنا نخلي لديها تماسك اجتماعي، كيف بدنا نقلل من التحلل الاجتماعي، من الانحرافات لدى الشباب، لدى المراهقين، كيف بدنا نقلل من موضوع الطلاق مثل على سبيل المثال، كيف بدنا نخلي التمسك لديها أعظم. هذه قضية كبيرة جدا لا تعالج بحل واحد ولا بفكرة واحدة ولا بمؤسسة واحدة، وإنما تحتاج إلى عدد ضخم، ربما 40 50 100 مبادرة صغيرة. المبادرات الصغيرة أقول لك والله نبني في المكان الفلاني مسجد، هذه مبادرة. في المكان الفلاني بيكون لدينا فريق تطوعي، في المكان الفلاني بيكون لدينا مركز أبحاث، هنا يكون لدينا مركز إسلامي، هنا بيكون لدينا مخيم للأنشطة، هنا نبني مدرسة، هنا 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 بيكون لدينا مثلا مركز استشارات أسرية، هنا بيكون لدينا تعارف بين الأسر حتى يوجدوا بيئة مثلا. المبادرات الصغيرة قابلة للتطبيق لأنها قابلة للتصديق. الحلول الكبرى التي أدمنا طرحها هي غالبا وعينا يقف عاجزا أمامها، بقول لك هاي شغل كبير. يعني مثل لو المسلمين في والله في ميتشيغان ولا في دالاس قالوا والله أخي خلونا نعمل مثل هارفرد ونحن شو مالنا أقل من غير هارفرد. أوقافه 34 مليار دولار. قال يا أخي وين أنت، وين أنت، وين هارفرد؟ لكن قول نعمل مدرسة إسلامية حديثة جيدة بتكلفنا مليونين دولار، 3 ملايين، ممكن. فدائما نعالج مشكلات التخلف التي نعاني منها بعدد ضخم من المبادرات. في مبدأ جميل في الضرائب يقول هذا المبدأ: خذ القليل ولكن من الجميع. خذ القليل ولكن من الجميع. لما منقول والله المسلمون في أمريكا مثلا 10 ملايين وكل واحد مفروض يدفع لنا بالسنة 100 دولار، 100 دولار بالسنة يعني بالشهر 8 دولار، 9 دولار، ما بتأثر أحدا. اللي بصرف 1000 دولار لو كانوا 992 ما بصير شيء بالدنيا، ما بصير شيء بالدنيا. لكن أنت بتقول والله 10 ملايين كل واحد دفع 100 دولار، كم بيطلع معنا؟ بيطلع معنا كم؟ يمكن مليار ولا. الشاهد إنه نعتمد هذا المبدأ في تفكيرنا النهضوي، ما نستخف أبدا بالأعمال الصغيرة، نطلق عدد هائل من الأعمال الصغيرة اللي بيصدقها الوعي ونستطيع تنفيذها. تمكين الشباب هذه نقطة مهمة. لما الناس يذكرون الشباب يذكرون القوة والطيش وقلة الخبرة والحيرة،
لكن الحقيقة أنه ثورات الربيع العربي كشفت أن لدينا كنوزا كنوزا من الشباب المسلم والعربي العظيم. أبناؤنا وكثير منهم درسوا في جامعات أفضل من الجامعات التي درسنا فيها، وكثير من منا يعني ومن آبائهم كانوا أميين أو أشباه أميين، ويعرفون لغات أجنبية ويستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي أفضل منا. لذلك يجب أن نشرك الشباب وأن ندربهم، وما يصير في عندنا تكلس في القيادات أنه خلص واحد والله هذا كويس، نتيح للشباب، خلي الشباب يشتغلوا، خلي الشباب يتعلموا، خلينا نشرف عليهم بدل ما نديرهم، نشرف عليهم مبدئيا وبعدين نفوضهم. فهذه نقطة مهمة، الثقة بالشباب والسماح لهم بالتعلم وأخذ الخبرة العملية من خلال بعض المناصب وتدريبهم على الأحزاب، العمل الأعمال القيادية في الأحزاب والجماعات والدوائر الحكومية وأشياء من هذا القبيل. الحقيقة أريد أن أقول كلمة أخيرة، لا يمكن أن يكون للأمة نهضة حقيقية في ظل أمرين: الجهل والاستبداد. الجهل يجعل الناس غير قادرين على الانخراط في المشروع النهضوي، وكما يقول ابن القيم رحمه الله: الجهل شجرة تنبت فيها كل الشرور. والجهل درجات، في من الأمية وأن طالع إلى الجهل بالعصر والجهل بالحيثيات التي تولد المشاكل وتولد الفرص، هذا أيضا نوع من الجهل. الاستبداد يمنع القادرين على العمل من ذلك، لأن المستبد حسب ما يخبرنا الواقع ويخبرنا التاريخ ولا يعمل لمصلحة الأمة، هو يعمل لمصلحة الذين يقدمون له الحماية من جنوده وإعلاميه وضباطه وقضاته والذين يحمونه من الخارج، يعطونه الشرعية ويساعدونه بالأعمال الاستخباراتية والأعمال الإعلامية، فهو يعمل لصالحه وصالح من يقدمون له الرعاية والحماية وليس لمصلحة الناس. ولذلك التقدم الجوهري حقيقة الذي يفتح الطرق أمام التقدم بالإنسان يجب أن يكون تقدما سياسيا، وهذا التقدم في تخفيف الاستبداد ومناهضة الاستبداد وكل ما يتصل به، ومناهضة ما يعكر الحياة السياسية مثل العنصرية ومثل الطائفية. سأكتفي بهذا القدر، وأظن هكذا أكون أنا التزمت بالخمسة وأربعين دقيقة لنتيح المجال لما يمكن أن يكون لديكم من تعليقات وتساؤلات. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. أحسنتم أستاذنا، جزاكم الله خيرا وحفظكم وبارك بكم وزاد نفعه بكم. أفتح المجال الآن للأسئلة، تفضل. هناك دكتور جمال حمود، تفضل دكتور جمال. السلام عليكم، جزاكم الله خيرا، ونحن شرف عظيم احنا انه يعني تتحدثوا لنا. انا بقرأ كتبكم والله يبارك فيكم يا سيدنا. السؤال سيدي، يعني فكره النهضه، طبعا يعني دائما النهضه يعني انه يد الله مع الجماعه، وانما المؤمنون اخوه. فنحن يعني لا شك الاستبداد والجهل وكذا، لكن دائما يعني نرى انه القيادات الاسلاميه هن بين بعض في عندنا مشكلة بتوحيد القيادات الإسلامية، سواء المذاهب الفكرية مختلفة، الخلفيات وكذا، فهي مشكلة بتخلق يعني تشتت لقوى المسلمين على المستوى الجنسية، على مستوى المذهب إلى آخره. فما رأيكم والحل بهالموضوع؟ حياكم الله. حقيقة أنه الأعمال النهضوية هي أعمال كثيرة للغاية، منها ما هو بطبيعته فردي. يعني نحن الآن لو جئنا لنقول تعالوا يا جمعيات الخيرية الإسلامية في أمريكا التحدث، صعب جدا هذا عليهم، لأنه كل جهة لها أولوياتها، لها مصادرها في التمويل، ما بتحب إطلاع الآخرين عليها، تستأثر بها، ما بيستطيعوا. ممكن إيجاد نوع من التنسيق الخفيف فيما بينها حتى ما يصير تضارب أو يصير نوع من التكامل، لكن ما بتستطيع توحدها، هي هكذا طبيعتها.
المشروع النهضوي يكون مشروع واسع للغاية، واسع للغاية، فهو يحتاج إلى ملايين الجهود، وبعض هذه الجهود بطبيعة الحال هي جهود فردية، جهود فردية. يعني أنا حتى أحضر خطة جمعة ممتازة للناس للتأثير في من حولي، أنا لا أحتاج إلى الاتحاد مع أحد، لكن مثلا للدفاع عن حقوق المسلمين في أمريكا أو ضد الإسلامفوبيا مثلا، أنا بحاجة هنا إلى تجميع الأصوات، المستوى السياسي والحقوقي والإعلامي. للأسف المسلمون لما انتقلوا للغرب كثير منهم نقلوا معهم مشكلات بلادهم، يعني اللي جاءوا من باكستان وعندهم مشاكل فيما بينهم سلفية وصوفية مثلا، نقلوها وصاروا كمان حزبين سلفية وصوفية في الغرب. هذا يعود الحقيقة إلى ما ذكرته من قلة التنظير، قلة التنظير لدينا، وهي أنه وأنا كتبت كتاب في هذا الموضوع سميته إدارة الاختلاف. نحن لا نستطيع أن نقضي على الاختلاف بالطبع، لأن هذا آية من آيات الله في الخلق، اختلاف الألسنة والألوان والأفكار والأمزج والأهواء والمصالح ما نستطيع أن نقضي عليها، لكن نستطيع أن نديرها، بمعنى أحافظ على خصوصيتي وتحافظ على خصوصيتك، ولكن في إطار من تحقيق المبادئ والمصالح والمصالح المشتركة. هذا يحتاج الحقيقة إلى وعي، إلى خروج من القمقم اللي تربينا فيه ونشأنا فيه، وضيق الأفق الذي لقناه ونحن صغار، نخرج منه إلى الفضاء الأوسع، فضاء المسلمين ومصالحهم. هذا يحتاج إلى حقيقة إلى 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 وعي وإلى جهد وإلى مبادرات، إلى مبادرات، ونفصل بين المجالات. يعني نقول والله بدنا ننسق، ونحن كناس عندنا مدارس مثلا، ننسق الجهد في المجال التعليمي، نحن جماعة محامين مثلا ننسق الجهد في المجال الحقوقي، جماعة أطباء ننسق الجهد مثلا في تقديم الرعاية الطبية للفقراء، ونحاول نوجد أشياء مشتركة، مستشفيات، أدوية مجانية، يعني من هذا القبيل. نعم، جزاكم الله خير. الله خير يا سيدي. فيك أخ محمد جلب، تفضل يا سيدي، تفضل. السلام عليكم، الله يجزيكم الخير دكتور. السلام ورحمة الله. سيدي، عندي تساؤل. حضرتك حكيت عن موضوع التعلق بالأشياء القديمة وتكرارها، وذكرت أنه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. طب نحن لما أثناء عملية التنظير، وبما بعدم وجود أمثلة، أو بالأحرى هو في أمثلة كثير موجودة سواء في الحياة القديمة بالتاريخ الإسلامي القديم، أو حتى في بالمجتمعات الإسلامية الحالية، إنه في كثير أمثلة ناضجة ولامعة، هي نموذج ممكن الشباب يعني يحتذوا فيه، يبدوا يقلدوا، يقدروا عن طريقه نموذج يحتذوا، يقدروا يمشوا يعني يعملوا إنجازات فيه. فنحن يعني مثلا أثناء عملية التنظير نفسها، لو يتم سرده مثلا شخص مثل حضرتك له قراء كثير، له محاضرات كثير، لو نقدر نذكر هيك أمثلة، ما بتساعد الأمة على التقدم والنهوض؟ إيش تعليقكم؟ الله يجزيكم. نعم، حقيقة الحوادث التاريخية كلما ابتعدت عنا بصير تأثيرها رمزي. يعني الآن نحن مثلا نستطيع نأخذ الكثير من سير علمائنا في الصبر على طلب العلم، مثل ما فعل الشيخ عبد الفتاح أبو غدي رحمة الله عليه. نستطيع نأخذ من نماذج من سير علمائنا مثلا في موضوع مجابهة الظلم. في مجال الجهاد نستطيع نأخذ مثلا من الحنكة العسكرية التي كانت مثلا لدى خالد بن الوليد رضي الله عنه. يعني أنت بتأخذ قيم في الغالب، أما الأساليب والأدوات التي اتبعت في بناء المشروع الإسلامي والحضارة الإسلامية، فدائما لما الأساليب والأدوات تتقادم، يعني شوف أساليب القتال في الماضي وأساليب القتال الآن، لكن اللي بيبقى هو القيم والرمزيات هذه، وهذه موجودة بكثرة الآن في سلاسل كثيرة عن الصحابة رضوان الله عليهم، موجودة عن التابعين، موجودة عن العلماء، موجودة عن في الساحة الثقافية،
الساحة الثقافية غنية في هذا، لكن اللي بيبقى الحقيقة هو القيم. والقيم أشياء ثابتة والمبادئ الكبرى ثابتة، ونستطيع أن نأتي لها بأمثلة من الماضي والحاضر في 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 آن واحد. أنا هذا ما أراه في هذا، ما أرى أن نعول كثيرا على الماضي في الأحداث والمجريات، لأن هي تفقد قيمتها مع الزمن، لا تتسع مرحلة سابقة لمرحلة لا. يعني لما نحن نعمل نظام محاسبي لشركة فيها 20 شخص، ما نستطيع أن نطبق هذا النظام على شركة فيها 500,000 شخص، مستحيل. هذا مثل ثوب فصلناه لابن سنة وبدنا نلبسه لابن 10 سنوات، ما بيتسع له. لكن شو بيبقى في المحاسبة؟ بيبقى الدقة، بيبقى الأمانة، بيبقى الإخلاص، الصدق، هاي معاني تبقى موجودة. لكن النظم التي نضعها والآليات والإجراءات كلها بتتقادم مع الأيام وبتصير غير صالحة، يعني النموذج بصير ناقص، النموذج ما بصير كامل. ما بستطيع أخذ نموذج أنا من معركة من معارك الماضي بكل حذافيره قل له نفعله مثل هذا اليوم، لا يمكن. لكن نأخذ هي القيم والمبادئ الأساسية، يجب هاي دائما أن تكون حاضرة لدينا. جزاكم الله خير شيخنا الشيخ موفق غليني، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أهلا بكم سيدي، حياكم الله، الله يجزيكم الخير يا سيدي. الله يحييكم. أنا هأخذ الحديث يمكن لجهة أخرى، بس بالنسبة لعلمكم واسع معروفة. أستاذ مالك بن نبي كتب شروط النهضة، وسيد قطب رحمه الله كتب الإسلام ومشكلات الحضارة، وحكى عن الحضارة الإسلامية وقال الإسلام هو الحضارة. ما رأيك في المنطلق اللي انطلق منه كل واحد منهم، اثنين مفكرين إسلاميين، يعني الفارق بين منهج كل منهما؟ حابب أخذ فكرة أستفيد منك. إيه، في شغلة لطيفة بيني وبين مالك بن نبي رحمه الله، أنا لم ألتقي به في حياتي، لكن كتبت أنا كتاب من فترة اسمه مدرسة الوعي الحضاري. بس هو زار دمشق، إجا وألقى محاضرة عبد المدرب. نعم، بس أنا وقتها ما رأيته. نعم نعم. أنا لم أكن في دمشق أو ما بعرف يعني. نعم. فالأستاذ مالك رحمه الله، فأنا في مدرسة الوعي الحضاري قلت مؤسس هذه المدرسة هو ابن خلدون، وعمادها في العصر الحديث هو مالك بن نبي. بن نبي. رأيته في الرؤيا من شهور، يمكن من 7 من أشهر. نعم. أن مالك بن نبي نازل ضيف عندي، ووقع في حدسي وقتها في الرؤيا أنه هو حيجلس شي 20 يوم. فمالك نظر في المكتبة، قال لي شو هالطبعة الأنيقة هذه من مقدمة ابن خلدون؟ فعلا طلعت عليها، وإلا الغلاف هيك مخطط بطريقة جميلة. قلت له الآن بدي أهديك هاي النسخة، وأخرجت القلم بدي أكتب له على النسخة إهداء، واستيقظ. أنا بعتقد أن كليهما مصيب، ولكن مع اختلاف القصد. يعني لما نقول الإسلام هو الحضارة، معناها الإسلام الذي إذا طبقناه بكل أبعاده، البعد العقدي والاجتماعي والسياسي والأخلاقي والتربوي بكل رمزياته، وأنتجنا الآليات والنظم والظروف التي تساعد المبادئ الإسلامية على العمل. إلا أن المبادئ كما معلوم جنابكم جميعا، المبادئ لا تعمل في فراغ، المبادئ تحتاج إلى بيئة حتى تشتغل فيها. فإذا وفرنا كل هذا كما يريده الإسلام، نعم بصير الإسلام هو الحضارة، ما في شك. لكن في واقع الحال، في واقع الحال أنه الإسلام موجود في بلاد المسلمين، وإلى اليوم نحن عندنا ناس غير متحضرين، يعني ناس لا في أخلاقهم، لا في تعاملهم، لا في تصوراتهم، لا في معارفهم، هم يمتون إلى الحضارة بسلة. ونحن رأينا هنا هذا في ناس هاجروا من بعض المناطق السورية، لا أريد أن أذكر بالتحديد، هاجروا وجاءوا إلى تركيا، لما بتشوفهم بتقول هؤلاء ما مروا لا بتعليم ولا بتربية ولا بدين ولا بأخلاق ولا بشيء أبدا أبدا. طيب هدول آبائهم من لهم 50 جد في الإسلام، طيب ليش ما صاروا؟ فلذلك أنا بشوف من الناحية العملية الموضوعية كلام مالك بن نبي أدق، أنه الإسلام ينتج حضارة إذا أخذنا بكل أبعاده ورمزياته ومقتضياته ومتطلباته، ينتج حضارة. نعم، نعم.
لكن إذا صار في تقصير في أخذ ببعضها، ممكن في أناس مثل ما قلنا هم وآبائهم وأجدادهم في الإسلام، ولكن ما بنستطيع أن نطلق عليهم أنهم متحضرون، لا في معيشتهم ولا في أفكارهم ولا في أخلاقهم. يعني مجرد الاعتقاد بأن الإسلام دين عظيم، أو يعني بتلاقي أحيانا واحد بدوي فض غليظ بتعامل مع زوجته أسوأ التعامل، وهو إمام مسجد، إمام مسجد، لكن أنت بتقول هذا يا أخي هذا مو من ما أعرف شيء من الحضارة. وبالتالي أنا أعتقد أن إذا بدنا نأخذ كلام سيد رحمه الله، بدنا نأخذه أنه تشبع كامل بالإسلام وما يتطلبه الإسلام من إجراءاته. كلام مالك أبسط أعتقد، أبسط يعني أقرب للواقع، أقرب للموضوع. نعم. بالنتيجة ممكن يقول أنه يكمل بعضهم بعضا. ممكن. ممكن. يعني هو نحن في النهاية نصل إلى مفهوم واحد، أنه اللي بده يتحضر يجب أن يأخذ يعني بالإسلام بكل تفاصيله. ويعني مثلا من جملة ذلك أنه هو يكون منفتح على العصر، منفتح على العصر بحيث أنه يستفيد ويقتبس من الآخرين. هذا من جملة المقتضيات، لأن الانغلاق سيعني نوعا من التخلف، لأن الأمم الآن كلها تتعلم من بعضها. إذا ما أخذنا بهذه الجزئية مثلا، ممكن ما نكون متحضرين في أشياء. يعني أنا عندي اقتراح لك. تفضل. شجع أحد طلابك يكتب رسالة ماجستير أو دكتوراه حول هذا الموضوع، مقارنة بين من المهاجرين. نحن الآن إن شاء الله مقبلون على مشروع، أنا بتابعني عدد كبير على الفيسبوك بحدود 2,600,000، تابعوني على تويتر بحدود 600,000. نحن الآن بدنا نعمل إن شاء الله مشروع سمينا العناية الخاصة. طبعا هاي عند الأطباء سيئة هاي الكلمة، يعني عناية مركزة، العناية الخاصة. وإن شاء الله خلالها راح يكون في برامج كثيرة وواجبات ومشاريع ثقافية من هالشباب اللي بيتابعوني يعني، وهم كتب الحمد لله. في عنا مشروع إن شاء الله مقدمون نحن عليه قريبا إن شاء الله. الله يجزيكم الخير. شكرا. الله يحفظكم ويجزيكم الخير. الله يبارك فيك. هناك سائل لا يظهر الاسم عندي، تفضل. تفضل. السلام عليكم، جزاكم الله خير. السلام ورحمة الله. تفضل. بالنسبة لوضعنا بأمريكا، هل هناك مجال من الاستفادة من خبرات الجاليات أو الفئات اللي أسست حالها وأثبتت نجاحها في أمريكا؟ الاستفادة من يستفيد منها يعني؟ نحن بالنسبة لنا الجالية المسلمة تستفيد من جاليات غير مسلمة يعني؟ كيف بنت حالها وطورت حالها وأثبتت نجاحها؟ أكيد. أنا بعتقد وهذا جزء من عملية التعلم. يعني مثلا أنا مرة أحد أصدقائي الأطباء خرج من كندا قال لي اليهود في كندا لسنة 1940 كانوا ممنوعين من دخول كلية الطب، والآن كثير، وأنتم أدرى مني، كثير من الكليات والمدراء المستشفيات ورؤساء الأقسام في كندا في مجال الطب هم يهود. طب كيف حصل هذا؟ كيف حصل؟ أي تجربة غنية عمرها الآن 70-80 سنة، كيف تم هذا الأمر؟ فأنا بقول إنه دائما حتى كل الحضارات هكذا، الحضارات تتحفظ على الصعيد الثقافي وصعيد المبادئ والقيم، لكن هي بتفتح ذراعيها على صعيد الاستفادة من التجارب، التجارب والخبرات والأساليب والأدوات التي يستخدمها الآخرون. فالمفروض هذا يتم أنا في رأيي، وهذا هو أحد موارد إغناء التجربة الإسلامية، أن نرى أنه الآخرون كيف يديرون الخلاف فيما بينهم، كيف يتناصرون ويعين بعضهم بعضا، كيف يواجهون المشكلات. مفروض الحقيقة هذا نتعلم منه، وحكماء الجالية ومناظروها في الغرب المفروض يقوموا بهذا العمل وينقلوا هذه التجارب الناجحة لدى الجاليات الأخرى، ينقلونها للجالية الإسلامية. نعم. جزاكم الله خير سيدي. دكتور خالد السخيري تفضل. السلام عليكم استاذي، الله يجزيكم الخير ويبارك. سلام، حياكم الله.
ما هو يعني ضرورة الربط بين البحث الفكري في النهضة والناحية الإيمانية والروحانية، يعني في تنشئة الإنسان المسلم، يعني بحال النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، يعني ما كان يتكلم كثيرا في الأمور الفكرية، وإنما كان يركز على الأمور الروحانية والإيمانية، وبنفس الوقت طبعا التوجيهات التعليمية والتربوية. تفضلوا سيدي. بس جوهر السؤال ما هو؟ قيمة الأفكار في النهضة مثلا؟ أهمية الناحية الروحانية والإيمانية في نجاح النهضة طبعا من الناحية. تمام. هلا نحن الآن عندنا في العمل النهضوي كما هو في كثير، كما هو في العمل الهندسي تماما، وممكن في العمل الطبي، في عندنا شيئا، في عندنا المخطط وعندنا الطاقة. الطاقة العمل إرادة وقدرة وإرادة، الله يرحم جودة سعيد لان تغفر لنا وله. العمل يعني قدرة وإرادة، إرادة وقدرة. الفكر له دور والطاقة الروحية لها دور. يعني الآن التربية الروحية والأخلاقية هي بتولد طاقة هائلة لدى الإنسان على الالتزام، وهي أيضا أساس السلوك الجيد. والعمل الصالح نفسه والذي دائما يقرن بالإيمان، العمل الصالح يحتاج إلى طاقة روحية، وإلا كيف واحد يستيقظ في الثلج والبرد ويتوضأ بماء بارد ويجلس يصلي وهو يرتجف أحيانا وهو ناعس؟ في طاقة، مفروض يكون في طاقة روحية حتى يعمل هذا. لكن هذه الطاقة الروحية معها بده يكون أيضا في، بده يكون في فكر. الآن إدارة 5 أشخاص أو 10 أشخاص لأمورهم الشخصية بيختلف عن إدارة بلد. هل إدارة دولة لها علاقات دولية، في لها منافسون، تحتاج إلى مواد خام، تحتاج إلى أسواق، تحتاج إلى علاقات، إلى حلفاء، إلى فدائما لما بتكبر القضايا بتحتاج إلى بصير حاجتها إلى الفكر أكثر، لأنه بصير في تعقيد أكثر. بينما القضايا البسيطة، والنبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم ركز جدا على المنطلقات الفكرية، مثلا ولا تبخسوا الناس أشياءهم، على سبيل المثال قضية إنصاف الآخرين، قضية عدم الخضوع للهواء في تصور الأمور، قضية عدم الخضوع للظنون، هذه أسس التفكير الموضوعي كلها متوفرة في القرآن الكريم. القرآن الكريم والسنة النبوية أرسيا قواعد كثيرة في التفكير، والصحابة رضوان الله عليهم أخذوها بدون تعقيد، يعني أخذوها وفهموها كآداب روحية وأخلاقية، ولكن هي حقيقة مبادئ، هي مبادئ فكرية، هي مبادئ فكرية. فالنهوض الروحي والأخلاقي أساس كبير جدا للغاية، لأنه هو الذي يصوغ السلوك. ولكن أيضا المشروع النهضة حتى تنهض الأمة تحتاج إلى فكر نير حتى تدير الإمكانات التي بين يديها. لما تعيش في عالم منظم غاية التنظيم وتكون أنت غير منظم، فأنت ستحل مشكلات هذا العالم على حسابك. أنا بشبهها مثل واحد يشتغل فراش في جامعة، بسقي قهوة وشاي وبنظف وكذا، وعلاقته مع أساتذة الجامعة، هم كلهم عم يعيشوا في الجامعة، لكن مشاكل كل هؤلاء الأساتذة تحل على حسابه. والله يا الشاي بارد يروح هات غيرها، والله ابني تأخر في المدرسة روح شوف ليها، والله كذا والله كذا والله كذا، كلها بتتحل على حسابه. نحن أيضا لما منعيش في عالم متعلم، في عالم منظم، في عالم مترابط، ونكون مفككين، نكون الآن الخلاف بين أمريكا وروسيا أظهر كم أنه الأوروبيين عندهم الروابط وعندهم المجالس، يمكن سنة وهن عم يطردوا الروس منها يخلصوا. هاي كلها فأنت لما تعيش مفككا في عالم منظم أو فوضويا في عالم منظم، كل مشاكله تحل على حسابه، كما تحل مشاكل المتعلمين على حساب الأميين من حيث لا يدرون ومن حيث لا يشعرون. فالمخطط الفكري مهم جدا لنهضة الأمة، والمخطط يعني والطاقة الروحية والنهضة الروحية أساسية للغاية طبعا.
جزاكم الله خير. أنا لي سؤال، يعني كثيرا ما نسمع علمائنا وإمتنا لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. برأيكم يعني هل يوظف هذا الخوف توظيف صحيح؟ هل نسمع منهم، يعني نسمع أحيانا الإسقاطات كما تفضلتم، المرحلة السابقة لا تستطيع استيعاب المرحلة الحالية، يستحضرون حلولا يعني كانت في الماضي ليسقطوا على مشاكل حاضرة. فبرأيكم هل يصلح، ولا أعمم يعني، بشكل عام علماء الدين حاليين أو مثلا الموجودين الذين يقودون الأمة أن يكونوا صالحين لموضوع، يعني أن يكونوا رائدي رواد ويقود الناس في موضوع الحضارة، في موضوع يعني النهضوي، مشروع النهضوي؟ نعم، هلا نحن هذا الكلام صحيح، لكن صحيح على مستوى المبادئ والقيم الكبرى. يعني نحن حتى نقول أننا امتداد لأمة الإسلام، أنه والله نحن امتداد لأسلافنا وأمتنا. هذا الامتداد معناها في شيء يربط بيننا وبينه. طيب، الأشياء اللي تربط الجيل اللاحق بالجيل السابق تنقسم إلى قسمين: مبادئ وأفكار وقيم أساسية، هذا شيء، والشيء الثاني نظم وإجراءات وأدوات ووسائل وطرق، هذا شيء آخر. دائما الإجراءات والتنظيمات والوسائل والطرق هذه أدوات ليتكيف الإنسان مع الواقع، أدوات نتكيف. يعني الناس اللي في أندونيسيا يعيشون في 4000 جزيرة، حتى يتكيفوا مع هذا الواقع بينتقلوا عبر السفن، ولولا موضوع السفن ما بيستطيعوا ينتقلوا، يكون عندهم والله مليون طائرة ينتقل فيها كل يوم. يعني فدائما ما هو على صلة بالواقع دائما هذا متغير ومتطور، ما لا ليس له صلة بالواقع لأنه على صلة بالوحي أو على صلة بطبيعة الإنسان، بحاجات الإنسان، بعمق الشخصية، هذا ثابت، هذا ثابت. وبالتالي هذا الكلام لا يصلح. نعم، أول هذه الأمة قام على التضحية، قام على الإيمان العميق، قام على العمل الصالح، على حب الخير، هذه أشياء فعلا هذه ستبقى أساسية في أي نهضة وفي أي عصر بالنسبة للمسلم. لكن الأدوات والوسائل والأساليب والطرق والتنظيمات والإجراءات التي سنتبعها في خدمة هذه القيم، هذه قضايا متطورة، وإذا استخدمنا القديمة فيها قد نسيء إلى نفس المبادئ. يعني مثلا خلينا أخذ موضوع الشورى. الشورى اليوم نحن بنعتبر الشورى الحقيقية هي الشورى التمثيلية، يعني لما ناس أهل قرية أهل بلد بقولوا نحن بيمثلنا فلان في المجلس البلدي بنتخبوه، هي الانتخاب. اليوم أفضل طريقة لتمثيل الشورى، لتجسيد الشورى، هي الانتخابات. إذا جئنا أقول لك لا، الانتخابات ما بنحنا بدنا نتبع نفس الطريقة التي اتبعها الصحابة رضوان الله عليهم في سقيفة بني ساعدة. مين عندنا كانت عاصف يعني الدولة اللي فيها كبار الناس؟ والله كانت مدينة، اجتمعوا أهل المدينة وقرروا زعماءهم 20-30 واحد 50 واحد، اجتمعوا وقرروا خلاص. وين عندنا نحن الآن مركز الحضارة في العالم الإسلامي؟ لنقول المدينة المنورة، لنقول مكة، لنقول إسطنبول مثلا، خلاص هدول بيجتمعوا. طب هذا ما بيصلح الآن، هذا لا يصلح. يعني أهل أندونيسيا ما بيعترفوا لك أنه أهل إسطنبول اجتمعوا مشان يقودوا العالم الإسلامي ويعملوا خلافة، ما بيمشي الحال. وبالتالي كلام الإمام مالك رحمه الله بينطبق فعلا على المبادئ والقيم والأفكار الكبرى، ولكن ما يتصل بالإجراءات والنظم والكذا فهذا شأن التطور دائما، ويجب أن نأخذ فيه بالحديث والأحداث حتى نستطيع خدمة المبادئ. الوسائل والأدوات والإجراءات والطرق هذه متطورة لتخدم الثابت، لتخدم الثابت. الثابت هو المبادئ والقيم. الله عز وجل أكرمنا بالمبادئ والقيم الكبرى، ولذلك القرآن له نهج في التشريع. كل ما يتغير بتغير الزمان والمكان يأتي في القرآن الكريم مجملة، حتى في التشريع، حتى في السنة النبوية. وما لا يتغير بتغير الزمان والمكان يأتي في الشريعة مفصلة،
مثل الإرث مثلا، مثل العبادات، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، لأن هذه ثوابت. لن يجد المسلمون أنفسهم مضطرين في يوم من الأيام أن يصلوا المغرب ركعتين أو 15 ركعة، لن يجد. وإذا وجدت حالات ضرورة شديدة ممكن هو يجمع بين الصلاتين، وممكن يصلي صلاة الخوف، وممكن، لكن ما راح أصير هاي حالة عامة للمسلمين. ولذلك في تفصيل، لكن في قضايا الحكم، في قضايا العلاقات الدولية، في قضايا كل ما يخدم المبادئ، ما يخدم الشورى، ما يخدم العدل، ما يخدم الحريات، ما يخدم السياسة الرشيدة، كل ما يخدم هذه الأمور ما في تفاصيل. لماذا؟ لأن هذه تختلف من عصر إلى عصر ومن زمان إلى زمان، وهذه متروكة للناس ليجتهدوا بها بما يحقق ويخدم مقاصد الشريعة ويخدم القيم والمبادئ الكبرى. جزاكم الله خير. الدكتور هشام جيار، تفضل. تفضل دكتور هشام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يجزيكم الخير. الله يجزيكم الخير، يعني أفضتم ما شاء الله. سؤالي هو عن النقطة الأخيرة اللي بنتكلم فيها، كيف ننتقل هنا مثلا المسلمين في أمريكا يأتون من خلفيات مختلفة، خلفيات ثقافية مختلفة واجتماعية مختلفة، وكل يحمل ما يحمله، والمؤسسات كما ذكرتم جزاكم الله خير لها أهدافها ومصادر تمويلها وأشكالها المختلفة وخطط عملها المختلفة، من الصعب أن يعملوا مع بعض. فكيف ننتقل من مرحلة المبادئ اللي الحمد لله رب العالمين ربنا أرسخها إلينا بالقرآن وبالسنة النبوية إلى مرحلة العمل وتحديد الأولويات؟ وفي هذا كل يرى رأيه، ومن الصعب لكل مركز من المراكز اتجاهه. ولما نعمل العمل المؤسسي أو التفكير في الأشياء، إلا لو كنا نطفي حريق أو نعمل مثلا على موضوع عام يمس الجميع، كمثلا الإسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام اللي ينظر لي، أو مشاكل دولة معينة، يصعب اتفاق الناس على أي شيء. فكيف جزاكم الله خير ننتقل للمرحلة العملية بإيجاد أو يكون أمور تنظيرية في المراحل العملية الأولى التي يسلكها المسلمين الموجودين مثلا هنا في أمريكا أو حتى في العالم، في البلاد الإسلامية المختلفة إذا كانت هناك، بدون وجود حكومة وبدون وجود تنظير عام ومنهج، كيف نستطيع كأمم أو مؤسسات مختلفة ومراكز مختلفة من المسلمين أن نطبق عمليا الانتقال من مرحلة المبادئ إلى المرحلة العملية للنهضة؟ هو هذا، حياكم الله، يا أهلا وسهلا. هو هذا جزء من عملية التحضر، جزء من عملية التحضر، أنه نحن نتخلص من الأسباب التي أدت إلى التخلف. من أسباب التخلف هو الفرقة، هو الاختلاف حول الصغائر، حول الصغائر، الأنانية، كل واحد يريد أن يتزعم، كل واحد يريد أن يفرض رأيه، الشورى معدومة، بنشتغل بالشغلة 10 في النهاية بيسيطر واحد، والتسعة يا بصيروا أتباع يا بتفرقوا. هاي أمراض نقلناها من مجتمعات. يعني أنا أنصح أشوف اليهود كيف عم يشتغلوا. يعني روح أنت الآن على غرف أعضاء الكونغرس، روح شوفها في واشنطن، وشوف أكثر ناس عم يشتغلوا بهاي الغرف ويتواصلوا مع أعضاء الكونغرس، لا يوجد اليهود. اليهود، فأنا بقول أنه خلينا نتعلم من اليهود. موعد اليهود لهم تجربة ثرية في جمع الشتات. يعني هاي الدولة اللي أنشأوها في فلسطين المحتلة، جمعوا اليهود من 126 دولة وعملوا منهم دولة، 126 دولة بثقافات، واللغة العبرية كانت ميتة أحيوها، وعندهم جامعات الآن مرموقة، والعالم العربي الآن، كثير من العرب خايفين من الفراغ الذي تتركه أمريكا بانسحاب من المنطقة، عم يلجأوا لليهود يحتموا فيهم. والرئيس الإسرائيلي أمس كان هنا في تركيا امبارح. فالشاهد في هذا، نتعلم من الآخرين. فجزء من التحضر، هو أن ندرب أنفسنا على العمل مع بعضنا البعض ولو كنا مختلفين. يعني نحن الآن الحمد لله في عنا تجربة، وليدي أنشأنا الآن، عم نسجلها رسميا في تركيا، عم ننشئ منظمة إسلامية اسمها متحدون ضد التعصب الطائفي. وهذه المنظمة الآن فيها من 11 دولة، ولكن إن شاء الله راح تمتد، ممكن يصير فيها من 50 دولة. الآن هي عم تنشأ فيها من 11 دولة أعضاء، 86 عضو تقريبا الآن فيها.
هذه كلها لمجابهة النزعة الطائفية والنزعة العنصرية في منطقتنا وفي العالم. نريد أن يكون لدينا صوت ضد صوت داعش والقاعدة اللي شوهوا فيه الإسلام، ونعمل صوت، وكل من في هذه المنظمة متدينون إسلاميون منفتحون خلينا نقول. فعم نخوض نحن تجربة ما نخلي الآخرين هم ينفردوا بالصوت الأخلاقي والصوت العالمي والصوت الإنساني، ونحن ما يظهر منا إلا التطرف، ويظهر منا ضيق العفق، ويظهر منا هذا. عم نخوض نحن هاي التجربة وعم نشتغل فيها وطلقنا. يعني الشاهد، خلونا نتعلم من الآخر. النقطة بدي أشير إليها هنا دائما، أنه كل النظم التي نقيمها لها أساس ثقافي، يعني لها أساس فكري، ولها أساس أخلاقي، ولها أساس من العادات والتقاليد والموروثات التاريخية إلى أساس. دائما لما نتحدث عن تغيير ثقافي أو تطوير ثقافي، فنحن نتحدث في الحقيقة عن عمل استراتيجي. تغيير الأفكار والعادات والمفاهيم هذا عمل استراتيجي مديد، يحتاج إلى معاناة، ويحتاج إلى دوام المحاولة، ويحتاج إلى صبر استراتيجي. العمل الاستراتيجي يحتاج إلى صبر استراتيجي، ودائما العمل الثقافي اللي هو تغيير الفكر والمفاهيم والعادات والتقاليد والنظم، هذا يحتاج إلى عمل استراتيجي، يحتاج إلى صبر طويل، ويحتاج إلى نفس طويل حتى نحقق في يعني النجاحات المرجوة، وما نمل من المحاولة. أنا أقول الفشل ليس هو ألا نحقق نتائج جيدة، الفشل هو أن نكف عن المحاولة. إذا كففنا عن المحاولة فعلا نقول فشلنا واستسلمنا، لا نكف عن المحاولة، وفي كل محاولة نتعلم ونحسن حتى نصل بإذن الله عز وجل إلى المراد الذي نهدف إليه. جزاكم الله خير وبارك بكم، زاد نفع بكم. سيدي، يعني جرت العادة في نهاية لقاءاتنا أن يدعو لنا الضيف، فنرجو منكم دعوة صالحة. لا، يدعينا الشيخ موفق. يدعو لنا الشيخ موفق. لا سيدي، أنا أعتذر. لا أنت تفضل سيدي، تفضل. لا 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 أنا تفضل سيدي. مزمار الحي لا يطرب يا سيدي، أنا دائما بدعي لهم. لا تفضل سيدي، تفضل. الليلة كان عندنا اجتماع وداعية لهم. لا لا سيد، الله يرضاك، نسمع منك. الله يسلمك، البركة سيدي. أرجوك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام الهدى ونبي الرحمة، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا مباركا معصوما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الرشد فيما نقدم عليه وفيما نكف عنه، إنك سميع مجيب. اللهم أصلح لنا شأننا كله، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا اللهم عن طاعتك من الغافلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.